العالم مهدد بالدمار. هذه حقيقة يؤكدها العلماء. This will be devastating if we do not take urgent action. كيف تواجه الشعوب التغيرات المناخية والفيضانات المدمرة؟ تغيرات وتقلبات جوية غير مسبوقة ومجاعات كبيرة تحدث. ما الذي ينتظر البشرية؟ فريق مهمة خاصة يحاول البحث عن إجابة. الخميس 9:30 على شاشة العربية. تغيرات وتقلبات مناخية غير مسبوقة شهدها ويشهدها عالمنا في السنوات الأخيرة وبنتائج وخيمة أحيانا. الأعاصير والعواصف العاتية وكثرة تواترها، جفاف وتصحير غير معهودين، وتهديد لم يسبق له مثيل لأمن وغذاء بل ولتواجد ملايين البشر. غالبية العلماء يعزون هذه الظواهر الطبيعية غير المعهودة إلى التغيرات المناخية الناتجة عن ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة بسبب انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بكميات هائلة في الجو. ارتفاع درجات الحرارة يؤدي بدوره إلى تسارع ذوبان كتل الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي، إلى ارتفاع سطح البحر في كافة أنحاء الكرة الأرضية، والتأثير على الأنماط المناخية في مناطق كثيرة من المعمور. I'm here to see for myself just how much damage this fragile Arctic is suffering from as a result of climate change. ارتفاع سطح البحر وتراجع وتآكل السواحل البحرية أدى ويؤدي إلى هجرة الملايين إلى داخل البرية، وهي هجرة تصاحبها تداعيات أمنية وبشرية وتهدد أحياناً الأمن والاستقرار بين الدول الجوار. أضف إلى كل ذلك الآثار المدمرة للتغيرات المناخية على الزراعة وصناعة صيد الأسماك، مما يشكل تهديداً للأمن الغذائي لعالمنا ولمصادر المياه العذبة فيه. Amazing, but alarming, very alarming. I have seen all this glacier melt. This will cause sea level rise 2 meters high. This will be devastating if we do not take urgent action. دراسة أعدها البنتاغون ونشرها صيف هذا العام توصلت إلى استنتاجات هامة مفادها إن التغيرات المناخية ستشكل في المستقبل تهديداً استراتيجياً رئيسياً لأمن الولايات المتحدة وسط احتمالات بتدخلات عسكرية. دراسة البنتاغون تؤكد أيضاً بأن تداعيات التغيرات المناخية ستؤدي إلى الإطاحة بحكومات دول، وستستخدمها مجموعات إرهابية لخدمة مآربها، وستعمل على زعزعة الاستقرار في مناطق عدة من العالم. هذه المناطق وفقا لدراسة البنتاغون ستشمل الشرق الأوسط وجنوب آسيا والصحراء الأفريقية، وتجادل الدراسة بأن هذه المناطق ستواجه خلال 20 أو 30 عاما القادمة أزمات نقص في الأغذية ومياه الشرب، بينما ستشهد بعضها فيضانات مدمرة. في قمة كوبنهاغن سيحاول العالم التعامل مع تهديدات التغيرات المناخية، وهي قمة يجب ألا تتعامل مع الأرقام والإحصائيات والمعطيات العلمية وحسب، بل مع مفهوم حياة وتواجد شعوب ودول. ولكن لا يوجد من هو مهدد وجوده بالتغيرات المناخية مثل الجزر الصغيرة وشعوبها، ولذا قامت قناة العربية وبرعاية البرنامج البيئي للأمم المتحدة يونب وبالتنسيق مع تحالف الجزر الصغيرة AOSIS
قامت بتنظيم جولة حول العالم لنقل صورة واضحة حول هذا الخطر الذي يتحرك وببطء مهددا لا بقاء هذه الجزر وحسب بل بقاء البشرية بأكملها. جزر ثلاث مناطق من العالم تعتبر الأكثر تهديدا بالفناء، وهي مناطق البحر الكاريبي والمحيط الهندي والمحيط الهادي. مشاهدينا الكرام، تعالوا معنا في جولة حول العالم تستغرق 18 يوما لزيارة هذه المناطق وعدد من دول الجزر الصغيرة التي بدأ الوقت أمامها في النفاذ وبسرعة ما لم يتحرك العالم سويا وسريعا لوقف ذلك. بدأنا جولتنا من نيويورك مرورا بجزيرة بورتوريكو، متوجهين إلى جزيرة غرينادا في البحر الكاريبي، ثانية أصغر دولة مستقلة في النصف الشمالي للكرة الأرضية. الفريق الصحفي للأمم المتحدة الذي قادته العربية في هذه الجولة ضم شبكة بي بي اس التلفزيونية الأمريكية ووكالة الأنباء الصينية وعددا من الصحف الأوروبية. اخترنا غرينادا كموقفنا الأول لترأسها حاليا لتحالف الجزر الصغيرة الذي يعرف باسم AOSIS، والذي يضم 42 دولة مهددة بالتغيرات المناخية. وفي العاصمة سان جورج وجدنا في استقبالنا وزير خارجيتها الذي أكد لنا مباركة الإله لجزيرتهم بسبب طبيعتها الجبلية. You would see the impact that it's had on some of the coastal areas. وبالفعل توجهنا إلى السواحل الغربية للجزيرة المواجهة لأمواج ورياح المحيط الأطلسي العاتية. This area is typically a fishing community. It is a high-risk area. For example, during the hurricane Ivan, most of these houses was the wave has pushed them towards the road. It is not government intention to relocate these people so that they can be in an area where they are safe from the ravages of the waves. وفي ذات هذه المنطقة التي تعرف باسم سوبيز، بنت الحكومة هذا الجدار قبل أقل من عام، وذلك لوقف زحف المياه على شارعهم الساحلي هذا. غرينادا بلد يعتمد دخلها الوطني وبنحو 50% على السياحة وصيد الأسماك، وكلا المصدرين مهددين من قبل التغيرات المناخية التي لا تأكل في سواحل هذا البلد وحسب بل وفي اقتصاده الوطني. صناعة صيد الأسماك تضررت وبصورة كبيرة نتيجة للتغيرات المناخية التي أدت إلى تحطم الحيد البحري المرجاني وتغيير درجات حرارة مياه البحر. كل هذا أثر سلبا على الثروة السمكية ومن يعتمدون عليها في رزقهم مثل الصياد أوليفا نويل. ارتفاع درجات حرارة المياه والتلوث البيئي لا يؤثران على الثروة السمكية وحسب بل وعلى الصخور المرجانية، مما يسبب ما يعرف بتبييض الحيد البحري المرجاني وإزالة الألوان الزاهية منه. From the coral. Actually, all the beautiful colors you see on the corals are the result of zooanthellae that lives within the coral tissue. But we are very concerned about our coral reef bleaching because our fisheries are very dependent on the coral reefs. ثروتهم السمكية لم تتأثر بالتغيرات المناخية في البحار وحسب، بل وفي بحيراتهم أيضا. We are standing at the Graniton Lake. Originally, this lake was 36 acres. But as you can see, there is intrusion of weeds and hedge sedges. Now, this is a natural process. And if we need to maintain the original size, there must be some sort of human intervention. تدخل الإنسان في الطبيعة له حدوده أيضاً،
وأكبر مثال على هذا ما حدث عام 2004 عندما ابتليت الجزيرة بإعصار آيفن الذي أصابها بدمار لم يسبق له مثيل من قبل وبأضرار طالت جميع أوجه الحياة في غرينادا. The world must be now aware of the devastating effect that had on our economy. 204% GDP was the estimated impact of Hurricane Ivan. All of our houses, 90% of the homes were destroyed, houses were destroyed. You would go around, you look at churches, you look at our parliament building. وبالفعل قمنا بزيارة كنائس ما زالت أطلالها تقف شاهدا على حجم دمار آيفن مثل كنيستي قسطنطين وكنيسة المهد. أما مدرسة فاندوم التي فقدت سقفها في الإعصار فقد رمم هذا السقف فيما بعد. وبسبب هذه الأضرار الواضحة للعيان يمكن القول أن معظم أفراد الشعب في غرينادا بدأوا يتفهمون الآن ما يحدث في جزيرتهم نتيجة للتغيرات المناخية. People are now becoming more aware of climate change with the seasonal changes. You know, in the past the seasons were distinct. We had two distinct seasons, rainy season and dry season. Now it's difficult to distinguish when you're in rainy or when you're in dry season because you'd have long spells of dry weather in the rainy season and long spells of rain in the dry season. So people have become aware that something has changed. إعصار آيفن دمر 90% من الحياة النباتية والأشجار في غرينادا، فتوجهنا إلى محمية غابة إيتانج الكبرى التي تشكل عنصرا هاما ضمن جهودهم لإعادة تشجير الجزيرة. We keep on doing little as we could because you know resources are a bit limited, but we tried. With the limited labor force that we had, we went out and those plants that survived the hurricane rat, we plant it out in different strategic watershed areas. الشكوى من قلة المصادر هي شكوى منتشرة ويستخدمها المسؤولون الحكوميون لتبرير تراجع الدخل القومي من المحصولات الزراعية مقارنة بالسياحة. Small developing islands like ours could take a lot of assistance as far as resources are concerned. The devastation of hurricanes Ivan and Emily, they did a lot of toll on the agricultural sector. And we are in the process of rebuilding that sector. We are making a lot of progress, I think, but we could do a lot of international assistance. المساعدات الدولية لغرينادا يبدو أنها لن تنحصر على القطاع الزراعي وحسب، إذ لاحظنا النيران مشتعلة في أحد المواقع الرئيسية لجمع النفايات وتعجز الحكومة كما فهمنا عن إطفائها. هذا الحريق بدأ في يونيو الماضي ولا يعرف سببه، ولكن أليس هذا غريبا من دولة تحارب التلوث البيئي الذي يهدد كما تقول وجودها؟ The main issue is the resources available to the authority. We did some rough calculations to apply some smothering material to the landfill. It would cost in excess of $1 million. One of the critical issues for us is space. We absolutely do not have space. We are out of space. As a matter of fact, that site you're seeing there was closed back in 2001. حكومة غرينادا تبحث الآن مع شركة استشارية ألمانية في استراتيجية لكيفية التخلص من النفايات وكيفية التعامل مع هذا الحريق. Acceptability from the public of what is happening here. There's not enough pressure on the powers that be, let me put it that way. Environmental accountability. We, the authority, should be held more accountable, or I should say, all the stakeholders should be held accountable for what is happening here. It is not just an issue of Grenada Solid Waste Management Authority. It's a broader issue. It's a national issue. Absolutely. And we as a nation have accepted it, and we've allowed it to continue. With much more education on the issue, much more sensitization on the issue, people understand that climate change has a lot to do with what we as human beings are doing to affect our environment. نظل في منطقة البحر الكاريبي ونغادر غرينادا مرورا بجزيرة سان آيفس في طريقنا إلى أنتيغا وعاصمتها سان جونز.